نتابع تصريح ياسر المسحي رئيس الاتحاد السعودي عن المشاركة في كأس الخليج. الكرة العراقية لها تاريخ عريق وكلنا نعرف هذا التاريخ. تواجدنا في هذه البطولة لتأكيد قدرة الأشقاء العراقيين في تنظيم بطولة بهذا الحجم، وإحنا سعيدين حقيقة بالحفاوة الكبيرة اللي وجدناها من أول ما وصلنا، ومتأكدين إن شاء الله هذه البطولة حتكون ناجحة بكل المقاييس وفرصة لتجديد لقائنا بالأشقاء، وإن شاء الله تكون منافسات شريفة يتمتع الجمهور الكبير اللي حيحضر المباريات، وتكون إن شاء الله مشاركة مشرفة للجميع. وما في شك اليوم المنتخب إحنا لا نطلق عليه منتخب رديف، صحيح إنه عدد كبير منهم من اللاعبين المنتخب الأولمبي اللي حققوا كأس آسيا في أوزبكستان تحت 23، وأيضا الهدف أنه يكون إعدادهم بشكل جيد لمنافسة كأس آسيا تحت 23 في العام القادم اللي حتشهد تصفيات المؤهلة لأولمبياد باريس. لكن أيضا هناك عدد من نجوم المنتخب الأول اللي سبق أنه كانت له مشاركات مع المنتخب الأول. إحنا إن شاء الله أي شخص يلبس القميص المنتخب السعودي حيكون طموحه عالي، طموح أنه يقدم مستوى مشرف.